بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. نرحب بزوار مقاعدتكم المستويات وبمتابعينا على شبكة اليوتيوب في السؤال الرابع من سلسلة التباريء في الرياضيات. إذا السؤال هو: أحسب طول وطر مثلث قائم الزاوية علما أن مجموع طولي الضلعين المتعامدين هو 49 وفرقهما هو 31. أول شيء يجب أن نقوم به هو أن نقوم بإنشاء شكل توضيحي، وأنا سوف أنشئ الشكل التالي. هذا الشكل سمي الأضلاع كما تريد. أنا سميت الأطوال الأضلاع A و B و C صغيرة، والمثلث هو A B C. إذن سوف نقرأ المعطيات ونحولها إلى علاقات. المعطى الأول هو أن المثلث قائم الزاوية، يعني يمكن تطبيق مبرهنة فيثاغورس. بما أن المثلث قائم الزاوية، إذن حسب مبرهنة فيثاغورس لدينا طول الوتر الذي نبحث عنه أس 2 يساوي مجموع طولي الضلعين الزاوية القائمة. إذن العلاقة التالية. والمعطى الثاني: مجموع طولي الضلعين المتعامدين هو 49. إذن يمكن أن نستخرج هذه العلاقة أيضا، وكذلك فرقهما هو 31، يعني A ناقص B يساوي 31. إذن ثلاث علاقات استخرجناها من ثلاث معطيات. المطلوب هو حساب C. إذن إذا بحثنا هنا عن C نجد أن C معرفة فقط بهذه العلاقة، يعني لكي نجد C يجب أن تكون لدينا أوس 2 زائد بيوس 2. ولذلك فكرت في الفكرة التالية: أنا أقوم بحساب هذا التعبير A زائد B الكل أوس 2. لماذا؟ لأنه لدي A زائد B وأوس 2 لأنني أريد أوس 2 وبيوس 2، وكذلك A ناقص B الكل أوس 2 لأنه لدي هذا التعبير، ويمكن أن نقوم بإيجاد A أوس 2 وB أوس 2. إذن إذا قمنا بحساب هذا التعبير نجد A زائد B الكل أوس 2، نطبق مسابقة هم الأولى ونحصل على أوس 2 زائد 2 أب زائد بيوس 2، وهنا نطبق مسابقة هم الثانية ونحصل على أوس 2 ناقص 2 أب زائد بيوس 2. وإذا قمنا بحساب هذا التعبير نجد هنا 2 أب ناقص 2 أب 0، تبقى أوس 2 زائد أوس 2 يعني 2 أوس 2 وبيوس 2 زائد بيوس 2 يعني 2 بيوس 2، نعمل به 2 ونحصل على 2 أوس 2 زائد بيوس 2. إذن هنا 2 أوس 2 ثم 2 بيوس 2، واضح؟ وهنا هذا التعبير هو في الحقيقة هو سي أوس 2، واضح من خلال المعطى الأول. إذن 2 سي أوس 2 يمكن حسابها بكل بساطة، يعني 2 سي أوس 2 هي هذا التعبير زائد هذا التعبير، ونعوض A زائد B بقيمتها و A ناقص B بقيمتها، يعني 2 سي أوس 2 تساوي 49 أوس 2 و 31 أوس 2 مجموع. إذا قمنا بحساب هذا التعبير نجد 3362، يعني سي أوس 2 تساوي 3362 على 2، يعني تساوي 1681. إذا وجدنا سي أوس 2 والمطلوب هو السي. إذا سي بكل بساطة هو جذر مربع 1681 والذي هو 41. إذا أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا التمرين، واقترح عليك سؤال من الرابط أسفل الفيديو. تحياتي وإلى اللقاء في فيديو آخر بحول الله.